تستعد الحكومة الجديدة لحلف اليمين الدستوري أمام السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بعد قليل، وذلك بعد الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية. الملفت في الأمر أن هذا اليوم يأتي بالتزامن مع الذكرى 11 لـ3 يوليو، ذكرى البيان الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة العظيمة، ثورة 30 يونيو. التغيير الوزاري سيكون بمثابة بداية جديدة أو انطلاقة جديدة لإرضاء المواطن المصري، خاصة أننا أمام حكومة جديدة تحمل رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها في المقام الأول إرضاء المواطنين، وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية عديدة. يشمل التغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية. سيشهد تغيير وزاري أيضا دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين. حلف اليمين أمام السيد الرئيس لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي سيكون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد قليل، يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد، وتشمل التغييرات الجديدة الأسماء التالية. بداية، كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء، خالد عبد الغفار أيضا نائبا لرئيس الوزراء، السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، شريف الشربيني وزيرا للإمكان، أحمد أشرف كوجك للمالية، شريف فاروق لوزارة التمويل، أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف، مايا مرسي لوزارة التضامن الاجتماعي، ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية، محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي، عدنان الفنجري أبو جبل وزيرا للعدل، محمود فوزي عبد الباري وزيرا للشؤون النيابية والتواصل السياسي، علاء الدين فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، حسن محمد الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، كامل عبد الهادي فرج وزيرا للنقل، شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، رانيا منعم المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، أحمد فؤاد عبد السلام وزيرا للثقافة، محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة، محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني. مرة أخرى نعرض على حضراتكم أسماء القائمة الجديدة للوزراء الجدد الذي سيتم حلف اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس بعد قليل في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. بداية، السيد كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء، والسيد خالد عبد الغفار نائبا أيضا لرئيس الوزراء، السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، شريف الشربيني وزيرا للإسكان، شريف الشربيني وزيرا للإسكان، أحمد أشرف كوجك للمالية، شريف فاروق لوزارة التموين، أسامة الأزهري للأوقاف، مايا مرسي للتضامن الاجتماعي، ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية، محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي، عدنان الفنجري أبو جبل وزيرا للعدل،
محمود فوزي عبد الباري وزيرا للشؤون النيابية والتواصل السياسي، علاء الدين فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، حسن محمد الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، كامل عبد الهادي فرج وزيرا للنقل، شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، أحمد فؤاد عبد السلام وزيرا للثقافة، محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة، محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، وأخيرا سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني. إذن مشاهدينا، كانت هذه قائمة للوزراء الجدد الذين سيتم حلف اليمين الدستوري أمام السيد رئيس الجمهورية بعد قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. دوما معكم من تلفزيون اليوم السابع، ننقل لكم الجديد بخصوص حلف اليمين الدستورية لقائمة مجلس الوزراء الجديد بإذن الله، مع حضراتكم دقيقة بدقيقة على شاشة تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.